لا تما تحكمي بها دابا هذيك اللي كتحكمي بها دابا كيسا حاكم ويرجعكم الى اهلكم سالمين غانمين ان شاء الله. عندنا حوالي 6 شهور وحنا نخدموا في تشخيص حالات الكوفيد عن طريق سكانر، وصراحه وصلنا الى درجات من التعب الجسدي والنفسي، وجاء اليوم هذا التكريم كحافز لينا وكخطوه باش نزيدوا نمدوا اكثر واكثر، لانه الفيروس مازال ما راحش. كان لينا الفضل وليهم الفضل اننا نتلموا في هذا الالتفات الطيبه، ونكرموا الطاقم الطبي والشبه الطبي على كل جهود مبذوله. تعين اليوم ان نجري يوم تكريمي من اجل اعتراف بالجهود المبذوله من طرف عمال الصحه ومن اطباء وشبه طبيين ومهنيين واداريين على المجهودات التي يبذلونها من اجل مكافحه كورونا. وربي يهز علينا ان شاء الله هذا الوباء، وبربي ان شاء الله احنا درنا لهم هذا التكريم باش يطلع معنوياتهم، ورانا معاهم جنبا لجنب.